نستمر في عرض مآسي الكثير من العراقيين. هذه الصور التي تشاهدونها تظهر عدداً من المواطنين وأغلبهم من الأطفال، تحديداً في محافظة القادسية، حيث ظاهرة عمالة الأطفال في النفايات وجمع قوت يومهم منها تتفاقم. هؤلاء الأطفال، وبدلاً من الاستعداد للعام الدراسي الذي سيبدأ بعد أيام قليلة، نراهم يتزحمون مع ذويهم على مكبات النفايات لجمع المعادن والبلاستيك لبيعها مقابل أثمان بسيطة حتى يعيلوا عائلاتهم بثمنها الزهيد. هكذا هم يفترشون الطرقات، وهكذا تبدو أكياس القمامة ومخلفات الكثير من المواطنين، وحولها العديد من الأطفال الصغار الذين ينقبون بهذه الأكوام فيصابون لاحقاً بالعديد من الأمراض، ولاحقاً الدولة التي أهملتهم حينما يكبرون، أي هؤلاء الأطفال، ستسميهم مجرمين وغير ذلك.